أخدكم كمان يا جماعة مجلة الأهلي التي ستصدر في الأسواق بعد ساعات من الآن النهاردة الخميس. الأستاذ إبراهيم المنيسي بيبدع، بيقول لك جاهزون للقمة 124 وإن شاء الله الأهلي هيكسب. الخطيب يفجر ثورة كروية ضد الفوضى، رئيس الأهلي يكشف الفساد والوزارة تفتح تحقيقات واسعة. مطالب نادي القرن للكاف حفاظا على الكرة الإفريقية، بالرباعية طيرنا الدخان برافو يا قمصان. موسيماني بعد الرحيل لم أجد مثل هذا الرقي في إنهاء العلاقة والأهلي أدخلني التاريخ. أدهو غلاف مجلة الأهلي اللي هتكون ما بين إيدين المتابعين وعشاق الأهلي بعد ساعات من الآن النهاردة الخميس، ده غلاف مجلة النادي الأهلي. لو ليك تعليق يا أستاذ فاروق اتفضل. طبعا النهارده انا عايز اقول لحضرتك الحاله المعنويه عاليه جدا، والحاله يعني اللعيبه كلها خارجه يعني فرحانه جدا. الكابتن سامي قمصان حاسس ان اللعيبه ساعدته ووقفت جنبه، حتى هو اتكلم وبيقول لك انا لعبت باسلوبي في المباراه دي واللعيبه ساعدتني واللعيبه وقفت جنبي واللعيبه ان شاء الله في المباراه اللي جايه في مباراه القمه مستعدين. اللي انا عندهم حاله تفاؤل كبيره جدا، لا انهم يقدروا، ان هم لعيبه كبيره وعندهم خبرات. كلام حتى حسام حسن الهدف اللي هو ما تسجلش منزل على الانستجرام صورته مع لعيبه ان هو فرحان ان زمايله كانوا فرحانين بيه، ومنهم محمد شريف حتى لو الهدف اتلغى بس هو فرحان بفرح زمايله بيه ومبسوط بيها. حتى هم خارجين بيقولوا كابتن وليد سليمان، وبعض صفحات الاهلي بتقول لكابتن وليد سليمان طب ما تخليك كمان سنه، موسيماني هو اللي كان عايزك تعتذر اهو ماشي خليك السنه الجايه كمان، انت يبقى ليك دور كبير زي ما يعني معظم الصفحات بتتكلم بالكلام ده. طبعا في تفاؤل كبير جدا، حتى الاعضاء والناس اللي في السوشيال ميديا النادي الاهلي او المركز الاعلامي منزلين على صفحاتهم كله متفائل بمباراه نادي الزمالك، متفائلين بسامي قمصان وباداره المباراه، متفائلين كمان بروح اللعيبه وان فعلا المباراه دي رجعت لعدد كبير جدا من اللعيبه روحهم تاني وروح النادي الاهلي وروح، لا احنا لعيبه كبيره ونقدر نلعب ونادي. وانا اعتقد ان مباراه نادي الزمالك هتبقى مش سهله تماما وهتبقى قويه جدا جدا، واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي يتفوق فيها بالحاله اللي احنا شفناها النهارده والحالة عموما اللي في النادي الاهلي دلوقتي. طيب نروح لابو مكه ونقول له انا وانت في فقره الاخبار. نبدا بابو مكه، كل سنه وانت طيب، النجم الكبير الكابتن محمد صلاح، كل سنه وانت طيب يا ابو مكه وعمر مديد. وان كنت يعني انا بابا حزين لان عندما زاد سنك نقص عمرك في الملاعب، فده يحزنني، ولكن كل سنة وانت طيب. وأنا عارف النهاردة يا جماعة عيد ميلاد محمد صلاح، يعني كان ممزوج بالحزن، لأنه بعد ما احتفل بعيد ميلاده جاله خبر وفاة الحاج سعيد صالح أبو غالية خال أمه، وده جده، وصلاح كان بيحبه يعني. فعايز أقول له كل سنة وانت طيب، وفي نفس الوقت أقول لعم الحاج صلاح غالي أبو الكابتن محمد صلاح وجميع عائلة أبو غالي أو جميع العائلة البقاء والدوام لله، وربنا يجعلها آخر الأحزان. كمان في خبر مهم جدا عجبني النهاردة، شوفوا الإنسانية يا جماعة، ده محمد صلاح يا جماعة، محمد صلاح النهاردة بحسب صحيفة الصنداي تايمز، محمد صلاح يحتل المرتبة الثامنة في التبرعات الخيرية على مستوى لاعبي كرة القدم في العالم. عارفين محمد صلاح تبرع بكم؟ تبرع ب6% من ثروته لله خلال عام 2022 بس. تخيل يا فاروق الخبر ده، ما ينفعش يتفوت. انا فرحت، انا والله كنت نزلت لقيت حضرتك نزلته وسبقتني فيه، انا فرحت بيه جدا جدا، وحاجه محترمه جدا. ومحمد صلاح ربنا يبارك له، هو دايما على فكره كان لما حد يسال في الموضوع يقول لك انا بحب اعمل حاجات ما بحبش اتكلم فيها وما بحبش حد يكلمني فيها، دايما انا بحب اعمل دي حاجه مني لله. طبعا لما الصحيفه تنزل خبر زي ده الصنداي تايمز، طبعا محمد صلاح في المرتبه الثامنه في التبرعات الخيريه، يعني حاجه محترمه جدا، ونلاقي اسمه منور والعالم كله بيتكلم عليه، لا ده حاجه كبيره وحاجه محترمة. وخلي بالك الروعه ان هو مش تصريح، ده صنداي تايمز بتعمل حصر، ف6% من اجمالي ثروته راح للاعمال الخيريه في سنه 2022. وفي الصحه، في جانب الصحه، يعني انت خدت بال حضرتك هو كانوا منزلينها كان في اهتمام كبير في جانب الصحه. ايوه، كمان خلي بالك يا استاذ مازن، انت مش لعيبه الكوره وبس، لا ده على مستوى العالم في جميع الالعاب، لان في اسماء ناس موجوده مش لعيبه كوره،
ذا زيل كريس موهن ده برضو واحد في اوروبا، ده محمد صلاح انه يخش القايمه العالميه دي ويبقى رقم 8، لا بجد ربنا يبارك له يا رب، ويمكن ربنا بيكرمه وبيديله على اللي هو بيعمله، على الخير اللي بيعمله لوجه الله من غير ما حد يعرف ومن غير ما حد يتكلم ومن غير ما يقول انا بعمل ولا ما بعملش. كفايه الحملات اللي بيعملها، زي الحملات اللي بيعملها للمخدرات، والحمله اللي كان عاملها ان نستغنى عن التليفون المحمول ويبقى يعني التواجد الاسري، الحاجات دي بيعملها مجانا، وهو كان قايل قبل كده انا بعملها مجانا، واي حد لما بيطلب مني حاجه عمل خير زي كده انا بعمله مجانا ما باخدش فيه فلوس. فربنا يزيدك يا ابو مكه ان شاء الله باذن الله. وفعلا انا زعلان انه سن وصل 30 سنه، يعني كلها 3 4 سنين وهتلاقي محمد صلاح رجع الدوري المصري تاني، فالموضوع هيبقى صعب شويه. ده يا جماعة صورة الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح أثناء أجازته في الغردقة، ودي الطرطاية الكبيرة اللي اتعملت له، وربنا يديك الصحة يا أبو صلاح. نروح للأخبار. مش عارف أقطع، مش عارف أقطع إزاي دي يا أستاذ عبد، بس إزاي يا أستاذ الكورة؟ ما أعرفش أقطعها إزاي دي.